Bak ne cedari. Ya satır. لا 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 مش معقول. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد ماين كرو، الحلقة الرابعة. الحلقة الثالثة لعبت مع ريال لعبة الكيفينج، واللي ما شافها يشوفها لان ريال كان مسوي بث يعني ما جت المشاهدات اللي توقعتها، فاللي ما شافها يشوفها. وهذا الليترا هذا حقت ياسر، يقول في واحد كتب في الكومنتات ان يمديك تسويها سلوم، لكن انا ما عندي ايميرالد، يبغى له حبة ايميرالد. ف ايش بسوي؟ ان جبنا العيد في حقه راحت، جبنا ام العيد، فان طبخنا الاغراض او استعملنا يعني صرناه حطيناه بالفرن، وهذا اللي طلع معنا. شوف كيف طلعت كذا، واصلا المفروض اني ما اخذ ولا شيء من هذه الاغراض، المفروض انها تروح على طول على لعبه ابا، واللي يخلص اللعبه او يفوز باللعبه كامله ياخذ الاغراض كامله. فانا جبت ام العيد كذا متحمس، باخذ الاغراض واروح البيت. يا الله اقسم بالله تغير وجهي، دريت انه كذا. فالحين بروح سبون وبشتري الفاير ووركس من ريان، وراح نروح كيفينج والخص ام الكيفينج يعني. يعني بدور اغراض قصقص 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 كثير باذن الله ما تملون، يمكن اصور ساعه ساعتين ما ادري، لكن راح يطلع لكم شيء مقصقص يعني، وان شاء الله ما تملون منه. فايب اوكي خير، وصلنا للسبون. فالحين راح نشتري الفاير ووركس قبل كل شيء. اوف اوكي دقيقه، انا معي 3 دايموند، نسيت اسوي بكاكس هناك ليه ما ادري. خلينا نسوي طيب كذا سوي بكاكس. ليش اسوي بكاكس؟ راح تعرفون الحين ليه. انا ودي صح ارجع بكاكس حق ناصر، البكاكس اللي استعملته في الكيفي او التحدي الابا هو حق ناصر، فودي ارجع له. اذا تشوفون هذا هو، فودي ارجع له مع هديه يعني، لان اعطاني اياه ما قال لا، فهمتوا؟ لان سلك تاتش، فعلى طول طورت في نفس الحلقه طلع لي سلك تاتش ثاني. فالحين جايين الشوب حق ريان عشان يشتري فاير ووركس، عشان دورنا كهف بعيد راح نستعمل حقه ياسر للاسف، فما عندنا ريترا غير حقه ياسر، فاذا كسرناه راح نعطيه فلوسه. فا اوه شت اوه هنا فيه تو ستاك 1 دايموند صح؟ يب تو ستاك 1 دايموند. فبروح بعيد مره عشان اروح كيف ما حد راحه او ما حد راح له، وراح نطلع الاغراض او اشياء يعني ما عندنا اي موارد، فلازم نجمع لنا موارد ونعوض حقه الابا. يعني المفروض اني ما صارها، المفروض اني اخليها بلوكات، وهذا اللي بسويه اني بجمع بلوكات وبعوضها، وباخذ الاغراض اللي حطيتها بالفرن او طبختها، ما ادري هي تسمى صهرة او طبخ ما ادري، راح استعمل اللي صهرتها او اللي طبختها، واللي اجمعه راح يكون في لعبة الآباء، فراح أعوض الموارد يعني. أخيرا قاعد أسمع موية من اليوم، أخيرا لقيتها. طبعا أنا معلي أم القامة عشان تشوفون. أوه ما شفت، هلا بالعيال. يا رب يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. والله يا أيرون كثير يا عيال، أيرون كثير. هلا بالتشست، يا رب يا رب. أوكي لك فلسي قهر. هلا بالجولد، هلا 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 يا شيخ، يا لبيه 10 جولد يا لبيه. اوه ايميرالد ايميرالد، هلا. لا والله لا، خلي لكم كان يا ابوي. فجر بيديك ورجليك يا رجل، هنا في كريبر زابن. واحد زابن بعد هنا. وفي تشيست يلبيه جولدن ابل، ما احتاجها حبيبي. لا تخرشني لا تخرشني. ها ها هي هي، هلا هلا. وش ذا البحث السريع عيال؟ 1 2 3 4 5 يا لبيه يا لبيه يا شيخ. امشي امشي قال سبايدراي، قال 6 بعد مو بخمسة. يا لبي يا شيخ يا لبي. هلا بالجولد هلا بالجولد، اقسم بالله الكيف رهيب رهيب بشكل. حيجمعنا ستاك ايرون، بسم الله. مندنج يا لبي يا شيخ.
وش ذا الكيف الرهيب يا عيال؟ وش ذا الاشياء الرهيب اللي قاعد تصير؟ مندنج يا ابوي مندنج. هنا هنا في واحد ثاني يصوص يا رب. في امه ما يفتح ذا. انفينيتي! يا الله! يا الله يا عيال! والله العظيم لا 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 شيء مو بصاحي يا ابوي وش ذا؟ والله شيء مو بصاحي يا عيال بالله شيء اسطوري والله شيء اسطوري اقسم حبيبي فجر اوف والله كثيرين ذولي امزح حول يا ليل اقسم بالله بث يا ليل ما طول هذه الحلقة ما راح تكون كذا كلها كيفينج لا بضبط كم شيء ومع ذا الاشياء اللي بضبطها كيفينج يعني منها جمع اغراض ومنها اضبط فهمتوا فعشان ما تملون لان سالفة ان حلقة كل حلقة كاملة كلها كيفينج حس مملة شوي مو مملة شوي والله مملة مرة بعد ليل ما طول خلينا نجي دوري يا ساتر وخر وخر انت وخر تاوش ايوه ايوه تاوشو تاوشو يعني ممكن يعني انت وخر وخر ما يموت دو ايوه تاوشو خلصت مهاوش اوه ذبحها ذبحها الزومبي ليل وش تولي الاندرمان والله كثيرين هل سبونر هل سامين مش بعد دولي هو اللي بالنيم تاج اوكي نيم تاج بدال ايش ستون كثير اللي معي اتوقع ما احتاج اوف وش ذولي لازم نحاش لازم نحاش ايش الله ياخذ كسر ام دروعي يا شيخ انشبوا انشبوا يا انشبوا يا الله ياخذك الله يو لو 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 قول ايش قاعد تصير وخر انت بعد وخر والله ما فاضي لك وخر يا لا يا ليل صار مو بلكتين بلكه اقسم بالله يا اكشن تو يا الله ان في احدثيات ابوي ما ادري وين الله حطنا فيه الحين اقسم بالله يا ان اشياء صارت يا الله موت انذبح شيخ وش ولدون ذولي ولوش يا عيال والله جد كثيرين يا ليل جابوا ولدهم البزر خير عرفت اطقه يا شيخ يا ابوي تفجر الا بكره الله ياخذك خوف الواحد على الفاضي تفجر تفجر الله ياخذك تفجر انت بعد قهرني ابغاه ينفجر فيهم الحين هذا بينفجر سبحانك يا ربي سبحانك يا الله وش ذولي اقسم بالله موبز كثير يا عيال تأثر اتوقع كفو والله كثير جولد يا ربيه انت يا زبنه انت يا زبنه انت يا زبنه انقلع يا واد اقسم بالله قهرني ايوه يا زبنه شو الزبنه شو الزبنه يا الله ايوه فجر امهم كذا مقلب يا ابوي مقلبتك هاي سريع ولا عندي يا عيال اقسم بالله سريع مره بعد نمتك ثاني ربيه طيب اشيل الديرت ما نبغاه لا 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 امزح امزح انفجر بيدك رجليك يا رجل الله يا اخي حتى من وراء الله يعطاني اياها يا ما قلت ما قلت ابدا ابدا اوكي ابدا بس والله فيكم يلا الله ما قلت لكم يلا هنبقى نخلي لابس ها لا اوكي اوكي ايش فيني علقت انا بس بس اخيرا يا رجل اخيرا يا ابوي حبه حبتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان حبات يا عيال 14 حبة
14 لبي يا شيخ كذا بس باقي هذا يعني كذا هذه واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان يعني كذا حط شمعة هنا وابدأ سهلة 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 مرة سهلة ما يبغى له شيء يا عيال ما يبغى له شيء يعني قلت لكم الطريقة خلاص طبقوا طبقوا صدقوني تدعوا لي صدقوني اصبروا واحدة يريح حتى انت هنا بعد ما تقول لي بس اثنتين كذا ازعل انا واحدة اثنتين بعد ما يطلع من ذا الكيف الا وانا مرة مطنوخ الحين بطلع لكم دايموند بعد بطريقة ثانية وما يجيك ثمان حبات خلاص حط في راسك انه بيطلع لك ثمانية اللي بتسويه تسوي كذا واحدة تمشي كذا ام 16 بلوك اذا ما طلعك شيء خلاص غير مكان ايش قلت لكم وش قلت لكم يا حبيبي هنا ابو الدايموند ابو الدايموند يا شيخ اوه بعد تحت يربيه تكفون قلوا كثير عشان تشوفون بس حبة حبتين ثلاثة أربعة خمسة ستة بساطة ببساطة يا ابوي ببساطة جولد هنا بعد وهم كثر ذا الجولد الدايموند لا 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 مش معقول مش معقول مش معقول ثمانية دايموند لا 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 يا عيال لا كذا كثير كذا كثير انور لكم يا ابوي تلذذ بالدايموند تلذذ ها اعطيكم رؤية من بعيد بعد ها عجبتكم تمام واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان بساطة 30 حبة يا عيال 30 حبة يا ابوي لا يا شيخ لا 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 مش ممكن مش ممكن اقسم بالله كذا كثير يا عيال واحدة اثنتين ثلاث اربع خمس ست 36 حبة يا عيال 36 حبة خلاص انا كذا سلام عليكم تلقوني عند البيت باذن الله بس خلاص وقفنا وقفنا مرة خلاص ورجعنا لكم الحين في البيت اخيرا ف طق واحدة تنكسر هذه حقت ياسر فهذه حقت ياسر راح اشتري منه وراح ارجع الاغراض اللي هذه مثل ما تشوفوا الايرون والجولد راح ارجعها في مكانها وراح اوديها لعبة ابا ورجع كل شيء كنا ما سوينا شيء جبنا ام العيد لكن رقناها الحمد لله رقناها فحتى الهلمت حقتي انكسرت اوكي نبدا بالدايموند 36 جولد اتوقع بس لا والله باقي ايرون 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 بلتين امرالد هنا لابز هنا ريدستون لاني ما اخذت كثير ريدستون ف يب فراح اسمي طيري سداح نعم راح اسميه سداح فناخذ الايرون اللي هنا قاعد اتاكد الحين اشوف الايتمز او الاغراض اكتشف جولد ستاك و45 ف 45 هذا حق ثلابه فراح ارجعها زي ما كانت اخلي هذه كذا وهذه كذا الايرون خمس ستاكات الا شوي هذا الخمس ستاكات الا شوي اللي هو 62 راح نجيب ثلاث ستاكات نحطها هنا واحده ثنتين ثلاث اوكي خلصنا كذا الريدستون كما كان لكن باقي الفحم فحم نسينا نجمع فحم والله نسينا نجمع فحم صدقون نسيت اني اصلا مجمع فحم بلعبة ابا فهذه الاغراض كذا كويسة ما عدا الريدستون باقي لي شوية يعني باقي لي هذا ستاك بس اكمله وخلاص فا اول شي نسويه الانفل احداث اثنتين ثلاث نسوي كذا
نسوي حبة انفل ونحطها هنا. مسمي الطير سداح. سداح اوكي. هلا بطيري. هلا 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 سداح. هي اجلس اجلس خليك هادي اجلس. عندنا بكاكس فورشن ما ادري بوريكم اللقطة ولا لا، لكن رحت سبون وطورته. كان معي 8 اتوقع 8 لابز لازلي هذا، وطورت البكاكس طالع في شينتي 4. يوم ضغطت طلع لي فورشن 2، فحمد لله الحمد لله. الحين عندي سلك تاتش، عندي فورشن لكن مو فورشن 3، لكن مو مشكله عادي. هنا فورشن بس حتى الالترا هذه، واجيب الجلد. الجلد معي يب معي، اتوقع اني بدي اسوي كذا 3 4. اوكي فسوينا الالترا او زين الالترا حقتنا. ليش سميناها حقتنا؟ لانه خلاص بتصير حقتنا يعني، بعطي ياسر فلوسه او الدايموند حقته، فهذه حقت هذه الاغراض كلها حقت ابا، فراح اوديها هنا. الاغراض حقتي مشكلتنا في الفحم مره مره. اصبر هنا ريدستون لو حطيناه هنا 35 يعني باقي شوي. ف هذه جيبها. وهنا المندنج وهنا الانفينيتي. يا ناس سيئين خرافيين ترى، قسم بالله سيئين خرافيين. راح ادمج الافشنسي هذا مندنج مندنج مندنج، هذا المندنج راح يطلع لنا افشنسي اي في سلك تاتش ام بريكنج 3 مندنج. يعني اذا كسرت شيء وجاء منه ليفل راح يطور نفسه بنفسه، ما راح يكسب بسرعه. شيء اسطوري قسم بالله شيء اسطوري. يبغاني تنظيم هذا الاصل المكان كله ما عجبني. ناخذ الدايموند اللي هنا يبون نكسره بفورشن 2. اللي يقول ليش ما تروح تاخذ تسلف من احد، ما ابغى ابد ما ابغى كذا. عادي راضي باللي طلع لي من فورشن 2 لان كله دايموند يعني. اوكي غالي الدايموند كذا بس عادي ما فرقت. والله كثير مره يا عيال، كثير مره. نجيب هذا الفورشن اول حبه. بسم الله اوكي اول واحد طلع منه حبه. ف خلونا نروح هنا نحط حبتين عشان اعرف كم جمعنا بالضبط. هو 36 حبه. حبه حبتين حبه حبه تكفات. حبه واحده حبه واحده. يا الله اوكي حبتين او 3 حبات. والله ما ادري اصبروا انا لحست خلاص بس بكس. اوه 3 حبات هذا. حبتين حبتين حبه حبتين 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 او 3 حبات. 3 حبات او حبتين حبتين او 3 حبات خلاص. والله كثير. 40 حبه. اوكي يا رب يا كريم يا رب يا كريم. انا ابغى فوق ستاك بس. اتوقع انه فوق ستاك باذن الله. ستاك بالضبط يا بوي. ستاك دايموند ستاك دايموند. كم يمدينا نسوي ستاك؟ 7 حبات او 7 بلوكات. يا الله يا عيال طنخة السيرفر خلاص. ما مو مطنوخ مرة بس اوكي يعني ضبطت وضعي. شو كيف كنت كيف صرت الحين؟ خلاص يا بوي اول شي اسويه ندلع نفسنا. هلمت يا بوي هلمت دايموند نخليه يرقى. هلا بسداح لا تروعني الله يقرب بيسك. لحظة باقي شيء ثاني ما كسرناه اللي هو الإمرالد. فبسم الله حبة 3 حبات من الثاني يربيه. فيمدينا نسوي الترا اتوقع اتوقع يمدينا. وهنا لابس بعد فخلونا نكسره بعد وننهي الحلقة خلاص. هلا 4 ستاكات تقريبا لابس. كم الالترا حقت ياسر؟ اتوقع انه ب4 دايموند. ايش رايكم ما اشتري؟ لا خلنا اشتري ما له داعي. خذيته منه فترة طويلة وما اشتري يا اخي احس انها شينة. بور اي في كويس. 1 2 3 يا رب مع شيء. بنش 2 بعد
يا لبيه قهر ليت في انفل. انا وين رحت؟ انا رايح لعبه ياس نسيت. اوكي 8 دايموند دراجون هيد. دراجون هيد 6 دايموند. ايش رايكم نشتري بعد واحد؟ كذا طنخه يا ابوي. 8 دايموند يعني نحط هنا حبتين نرمي الثمانية. راح اشوف بيت ناصر اي بيت وراح اعطيه كاكس ما ادري يمكن اعطيه هديه فلانه شكرا شكرا ناصر يعني اذا تشوف مقطع لان اعطاني بكاكس وفك لي ازمه صراحه. فصح اني بعد الكيفنج هذا او لعبه ابا رحت طورت بكاكس طلع لي سلكتات. فاذا تبون ما ادري شكلي بسوي له هديه يعني خاصه حلوه يعني مناسبه لان اعطاني بكاكس فراح اعطيه البكاكس باذن الله. و شوفوا الحلقة الجاية. يا ريت ما تنسون هذا الدعم او هذا المقطع بالدعم اللايك. يتبون ناس من ماينكرو راح اسوي اشياء باذن الله. الحين ما سويت ولا شيء الا البيت فكيفنج هذا عشان اضبط اموري لاني طفران مرة. ان شاء الله المقطع عجبكم حاولت اقصقص قد ما اقدر فان شاء الله يعجبكم المقطع. ولا تنسون اللايك 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 نمر نوصل 5000 لايك يقدرون عليها وزيادة يعني قد وصلت 6000 7000 فتوصلون 5000 لايك واكون شاكر لكم باذن الله. باذن الله اول ما توصلون 5000 لايك راح يكون في مقطع ماينكرو قريب باذن الله. فيلا اشوفكم على خير.